بدا نبوغا رغم أنه لم يأخذ نصيبه من التعليم، وفي ذلك كان التجلي والقدرة على مجابهة الصعاب، واستطاع أن ينتقل بالغناء من مرحلة لأخرى من خلال الكلمة واللحن. وقد قرأ الكاشف المرحلة التاريخية بعناية ودقة، فجاء بأغنيات تتوافق مع الذوق والمزاج السائد في تلك الفترة، فكان يجمع في مدرسته الفنية بين تحقيق الرسالة المجتمعية والإمتاع الفني لجمهور المستمعين. إبراهيم الكاشف قد انتمى إلى المدرسة الكلاسيكية في بداياته، وذلك بأدائه للدوبيت في بداية مراحله، وهو طبعا معروف أنه تأثر بخاله اللي كان يجيد هذا النوع من الغناء الدوبيت. نال بعض المعارف من الفنان الكبير محمد أحمد سرور، والذي كان كثير الاتصال به، كما ذكر أستاذنا محمود أبو العزاين في كتابه عن الكاشف أنه كان كثير الاتصال بالسرور، وأنه سرور علمه كلاسيكيات أو مبادئ الغناء. بنلقاها في فترة تحطمت هذه القيود أو هذه البنات الأساسية، وانتقل إلى مرحلة أخرى قد ممكن مجازا نطلق عليها المرحلة الحديثة، وهو ده مع بداية أداؤه للأغاني بالآلات الموسيقية الحديثة كالعود والكمان. وده طبعا كانت في بداياته مع أستاذنا بدر الدين التهامي وسير عبد الله، اللي هو بدر الدين التهامي كان في البداية عزف معه بالعود.